السلام عليكم ويعطيكم العافية. معنا اليوم سيارة من نوع ستروين برلينجو موديل 2021. السيارة فيها مشكلة في نظام الاد بلو، زي ما انتم شايفين ضوء السيرفس ضاوي بالاضافة لضوء التشيك انجن. بعد الكشف على السيارة باستخدام الدايك بوكس تبين عندنا خطأ بي 20 اي اي ديبوليوشن اوف ذا دينوكس سيستم. تابعوا معي الخطوات كيف نشخص هذا العطل وكيفية إصلاحه بالطريقة الصحيحة. طبعا الخطوة الأولى بدنا نقوم بفك المجس العلوي اللي موجود على بارتكل فلتر عشان نشوف وضعه، بناء عليه بنكمل الفحص إن شاء الله. طبعا في مجس علوي ومجس سفلي. مجس بقيس قبل الدخول إلى البارتكل فلتر ومجس بعده. وزي ما شفتوا في الصورة السابقة، بعد ما قمنا بفك المجس لاحظنا كمية الأوساخ والترسبات الموجودة عليه. فبهاي الحالة الأفضل أنه يتم استبدال المجس. قمنا باستبدال المجس بمجس جديد. زي ما أنتم ملاحظين قمنا بحذف كود الخطأ، ولكن ضوء الأد بلو ما زال موجود بالإضافة إلى ضوء السيرفس. إذا بتلاحظوا ضوء التشيك انجن راح يختفي. تمام، فالآن بفرجيكم كيف طريقة لإطفاء ضوء الاد بلو. نيجي لقائمة الريبير، باك ريبير، سيرفيس اكشن، Work on the emission control circuit. عندنا الخيار Reinitialization of the Dynox system fault. زي ما انتم شايفين راح عندنا ضوء الاد بلو. الخطوة التالية نرجع للقائمة، spare part، work on the emission، replacement of the upstream NOx sensor. اوكي، نمشي مع الخطوات. شغل المحرك، اعطيه اوكي. هيك الخطوة انهيناها. بضل عندنا الخطوة الاخيرة، نرجع لقائمة السيرفيس اكشن، ورك اون ذا ايميشن. طبعا نطفي السيارة، نختار خيار بارتكل فلتر ريجينريشن. بحكي لنا انه درجة حرارة سائل التبريد لازم تكون اكثر من 70 درجة. قمنا باحماء المحرك يعني الى حد ارتفاع درجة الحرارة ما يقارب 90 درجة. شغل السيارة. اوكي، زي ما انتم شايفين الآن بدأت عملية الريجنريشن للبارتكل فلتر اللي هي عبارة عن تنظيف. وبهيك ننتظر حتى نهاية العملية. طبعا زي ما احنا شايفين بعد الانتهاء من عملية الريجنريشن الحمد لله فيش عنا ولا ضوء ضاوي على التابلو. وبهيك ان شاء الله بتكون المشكلة انحلت. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو ويعطيكم ألف عافية.